التنافس. فتحت البوابات على بركة الله مشاهدين متابعين الكرام لتنافس يجمع جياد وأفراسي ثلاث سنوات من مختلف الدرجات على مسافة الميل مسافة 1600 متر على الهدية الثانية من هدايا صاحب السمو الملك الأمير بدر بن عبد العزيز. منافسة على مسافة الميل يبدأ فلوح الآن التقدم الآن فلوح مع المتحدي وكذلك المتصدق من الداخل وأخوي الجود يبدأ أيضا فلوح في صدارة هذا الشوط مشاهدين الكرام. محاولات طرابلس لتحسين المواقع الآن من البقية فيما أحكم في المرتبة السادسة. فلوح والمتحدي والمتصدق يتحاذيان الآن لحسم المركز الأول. المتصدق يبدأ التقدم الآن مع المتحدي وكذلك فلوح. طرابلس تتقدم للمرتبة الرابعة. خوي الجود والمتحدي يتقدم الآن من الخارج. نتابع المفاجآت الآن مشاهدينا الكرام الاقتراب من المنعطف الأخير. المتحدي هل يواصل التحدي؟ المتحدي هل يواصل التحدي؟ مهرماح ترفض التقدم الآن. مهرماح تتقدم ابنة ريس ليدر تتقدم مهرماح وأحكم وطباع مهرماح وهنالك تنافس من الخارج الآن لكل من طباع. طباع والمباغتة تأتي ومهرماح وحيد إلى خط النهاية. مهرماح تعلنها بكل صراحة الهدية الثانية لمهرماح. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام التنافس المثير ذكرنا أنه